التعامل مع الوضع اللي احنا كلنا بنواجهه في اللحظه دي. معانا سياده اللواء عمرو حنفي، برحب بحضرتك معانا يا فندم، طبعا محافظ البحر الاحمر، تحياتي. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ شريف، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. هي دي اول رحله تتم على المستوى ده من مجهودات الاجلاء المصريه، طبعا يعني ده تطبيقا واداره بالكامل للقوات المسلحه المصريه، بس كنت عايز اسال حضرتك، هل دي أول رحلة؟ في رحلات تانية؟ وإيه الاستعدادات؟ استعدادات مستمرة لتكرار رحلات إذا أمكن؟ الحقيقة الأول يعني أنا عاوز أقول لحضرتك إن أنا اتشرفت طبعا النهاردة وسعدت يعني إن أنا كنت استقبال أحد الوحدات البحرية المصرية المخصصة لنقل الركاب، وكان على متنها حوالي 466 عائدا من المصريين ومن رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان. يعني كان في حوالي 272 مصري و184 سوداني، 5 بريطاني، 1 أمريكي، وكينيا ورواندا. اللي أنا عاوز أقوله حضرتك لحد الآن علشان ردا على سؤال حضرتك، إحنا يمكن بيجينا التوجيهات أو من يعني القيادة السياسية طبقا ل يعني سفينه بسفينه او مركب بمركب، مفهوم، طبقا لما يعني سيكون يعني في المستقبل. لكن لحد دلوقتي حياتك احنا ما عندناش اي اختراض بسفن اخرى، ده يعني يمكن وضع متغير طبعا، والقوات المسلحه بتتعامل معاه يعني بالتاكيد. ويعني في الاطار دوت يعني برضو انا اسمح لي اتوجه بالشكر فعلا لقواتنا المسلحه وقياداتها العامه، ويعني والحقيقه اللي جيشنا العظيم، ويعني عاوز اخص بالشكر الحقيقه قياده القوات البحريه على التنسيقات اللي تمت يعني على اعلى مستوى. التجهيزات اللي كانت في انتظار الناس بتبقى على مستوى ايه؟ القنصلي، على مستوى الجوازات والورق، لو في حد ورقه مش كامل بيتم التعامل معاه ازاي؟ كمان على المستوى الانساني والصحي. حضرتك برضو يعني هتخليني كده انتقل لوزاره الداخليه عشان اتوجه لها بالشكر، ان كان في تسهيلات غير يعني طبيعيه من قبل وزاره الداخليه، سواء كان ما يخص الجوازات وما يخص امن المواني، وبداوا مباشره في مباشره هذه الاجراءات. الكشف عن الجوازات جاهز على طول وكان سريع جدا، وبدا على طول مباشره التعامل مع اجراءات التفتيش بالنسبه للحقائب. والحقيقه احنا كان توجيهات القياده السياسيه هي قمه التسهيلات بالنسبه لهؤلاء العائدين، لان احنا يعني على درايه تامه بالمعاناه خلال الفتره الاخيره او خلال المرحله الاخيره اللي مروا بيها. برضو انا عاوز اتوجه بالشكر الحقيقه لوزاره الصحه والجهود والتنسيق مع هيئه الاسعاف المصريه والهلال الاحمر، لانهم قدموا خدمات طبيه. ويمكن هقول لحضرتك على يعني خبر اختص بيه سيادتك او حاجه يمكن من الحاجات اللي حصلت، ان احنا فوجئنا بمجرد الوصول بعد ما المركب نزلت وبدات الركاب توصل تنزل على الرصيف بحاله ولاده. حاله ولاده في ميناء سفاجه. حاله ولاده ويعني هي سيده مستوى سوداني ومستوى مصري، وتمت الولاده وانهاء الاجراءات الصحيه والطبيه بالنسبه لها في 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 ساعه تاريخه زي ما بيقولوا. ايوه، مجرد وصولها، وده دليل على سبحان الله شرط الصحه بالكامل، وكنا مستعدين استعداد كامل لهذا الموضوع. فالحقيقه يعني خليني برضو اتوجه بالشكر، فحتى التجهيزات موجوده لاي شيء طارئ يعني، وعشان ما يعني ما يتغفلش حد برضو بتوجه لوزاره النقل الحقيقه، لان مفهوم يعني عاوز اقول اللي هو بالبلدي يعني او يعني زي ما بيقول يعني التجهيز كان من كل الاتجاهات يعني، او كان في تنسيق ما بيننا وبين كافه الوزارات لتسهيل هذه الاجراءات يعني. الاستعدادات الخاصه بالمحافظه، احنا عينينا كلنا رحنا على اسوان، بس احنا عندنا حدود مشتركه ومهمه وحركه مستمره على حدودنا من خلال البحر الاحمر، ازاي بتتعاملوا مع الموقف ده يا فندم؟ خليني اقول لحضرتك ان انا كان الاستعداد الرئيسي بتاعي كان من 10 ايام، او ان انا اجتمعت بمدير مديريه الصحه، رفعنا درجه الاستعداد الطبيه اكثر على الحدود، على مستشفى الشلاتين وحلايب وراس حدربه، يمكن استعنا بمجموعه من
الأطباء من جامعة الأزهر بعتنا قافلة طبية، زودنا عدد الأسرة، زودنا عدد الصورات الأكسجين. يعني أنا كان الاهتمام يمكن بالنسبة لي والتركيز بالنسبة لي على الناحية الطبية، الناحية الطبية والصحية. وكان في طبعا تركيز مع بالتنسيق مع وزارة التموين بحيث لو في أي يعني احتياجات أو أي نواقص للكلام ده، والحقيقة إحنا عاملين احتياطاتنا الكاملة في المنفذ اللي هو راس حدربة اللي سيادتك أشرت لي في المقدمة. أيوه. اللي هو اللي بيربطنا ما بين أشقائنا في السودان. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا.